ولنقاش ملف أوضاع النازحين في العراق في ظل قرارات متضاربة من الحكومة زادت من معاناتهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة التركية أنقرة الناشط الحقوقي جمال العبيدي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا أختي العزيزة. سيد جمال، بين الإخلاء القسري للمخيمات والمنع الأمني للنازحين من العودة إلى مدنهم وفقا لما ورد في تقرير لمنظمة Human Rights Watch الحقوقية، أين وصلت الأوضاع في ملف النازحين في ظل إخلاء المخيمات ومنعهم من العودة إلى مدنهم؟ في البداية حياكم الله أختي العزيزة. أهلا بك. الأوضاع النازحين في الحقيقة من سيء إلى أسوأ، فبدل أن ترعاهم الحكومة وتوفر لهم المتطلبات أخذت هذا القرار المجحف بحقهم وألقت بهم بالطرقات، بحيث لم تدفع لهم دينارا واحدا تعويضات عن مدنهم وبيوتهم المدمرة، إنما فقط إجراء الصوري فقط أمام الإعلام لإغلاق المخيمات التي كانت تأويهم. أما الآن فهم يفترشون الطرقات عرضة للابتزاز، بحيث لا الطلاب هم لا يستطيعون الدخول المدارس بسبب التصنيف الأمني وتبعاته، فالوضعهم من سيء إلى أسوأ، ولم يتعدل أي شيء أن يتعدل وضعهم. كيف يمكن قراءة قرار إغلاق المخيمات وإعادة النازحين قسرا إلى مدنهم؟ هل هو قرار سياسي أم تنظيمي؟ درجة الأولى سياسي، لو كان تنظيميا ولو لدرجة واحدة لكان بالدرجة الأولى سويت أوضاعهم قانونيا في مناطقهم أمام المختارين ومدراء النواحي والأقضية والمحافظين، ولا تم تعويضهم أو بناء لهم مساكن. كيف تخرجهم من مخيمات وتلقي بهم في الطرقات؟ هم لم يسووا أوضاعهم القانونية أصلا، ولا يمتلكون أوراقهم الثبوتية، ولا يمتلكون المنازل، كيف يكون قرارا تنظيميا؟ هو قرار سياسي تشتيت وتدمير هذه المناطق بدرجة أكبر. في هذا السياق سيد جمال، ما أثار قرار إغلاق المخيمات على النازحين ومنعهم من العودة إلى منازلهم من حيث الحقوق المدنية في المجتمع؟ هو المشكلة الكبرى حقوقهم المدنية المسلوبة، ونعرف الكثير الأغلب 90% منهم فقط اللي متمكنين والذي تمكنوا من بيع أراضيهم لاستخراج بعض حقوقهم المدنية من هويات وغيرها، أما الغالبية القصوى فهم مشردين في بلدهم، عديمو الجنسية أصبحوا بشكل آخر، بحيث لا أي حقوق مدنية لن يستطيع التمتع بها بسبب هذه القرارات المجحفة. كيف تفسر هذه الإجراءات خاصة وأنها تطبق على فئة من الشعب العراقي، من النساء، من الأطفال، من الرجال أيضا؟ لا يوجد لها أي تفسير أختي العزيزة، إنما هي إجراءات تعسفية طائفية مقيتة ومسنودة بأحقاد وناس مرضى من أهل المناطق، من يديرون والذين هم تبع لهذه الحكومة المتخاذلة. إلى أي مدى تعتبر هذه الإجراءات ممنهجة وما هدف الحكومة منها؟ طبعا هي إجراءات ممنهجة، لا تريد لهذه المناطق أن تعود إلى سابق عهدها، يبقى فقط ممن هم في حشودهم وأقواهم الأمنية لكي يتحكموا بهم أينما يريدوا، والغالبية العظمى من هذه المناطق سوف يبقى مشردا أو مطلوبا أو تائها أو مسجونا، هذا الذي تريده، يعني أي نية أخرى؟ يعني مخيمات أفرغتموها رغم كل السوء الذي بها، لم تهيئوا البديل، فماذا تريدون من هذه الناس المسحوقة؟ شكرا جزيلا لكم الناشط الحقوقي جمال العبيدي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة التركية أنقرة.